أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أبو عمر سن الله لك شيخ، نكمل أسئلتنا جزاك الله خير شيخ. يلا سن الله أدوه. قبل أن نبدأ شيخ، بالنسبة للغراب، نعم، قد ذكرت أنه منهي عن قتله. لا كنت؟ الغراب، نعم، لا الغراب مأمور بقتله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق، نعم، الغراب والحدأ والحية والعقرب والفأر، هذا أمر بقتلهن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الكلب الأسود. فهذه أشياء مأمور بقتلها. إذا كنت قلت أنا أن الغراب منهي عن قتله فهذا سبق لسان، يعني غير مقصود. حكم الجمع في الصحراء بسبب الغبار والأمطار وما شابه ذلك؟ لا يجوز الجمع، لا يكون إلا في المساجد. الأصل في الجمع أنه في المساجد، لأن هو الجمع ماذا؟ الجمع رخصة للناس أن لا يأتوا إلى المسجد. أما أنه ناس جالسين في البر مثلا في خيمتهم أو في مكانهم الذي هم فيه ثم يجمعون بحجة المطر أو حجة، ما في مسجد يذهبون إليه، يصلون في مكان لكن لا يجمعون إلا إذا كانوا مسافرين. أما إذا كانوا غير مسافرين لا يجوز لهم الجمع، يصلون في مكانهم المغرب والعشاء في وقتها والظهر في وقتها والعصر في وقتها، هكذا لا يجوز لهم الجمع. هل تجوز الصلاة فوق بساط على أرض النجسة؟ الصحيح لا يجوز إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك يصلي. أما لأن لا يجوز الإنسان يصلي على نجاسة ولا على شيء متصل بالنجاسة، يبتعد عن النجاسة كلها إلا إذا لم يجد مكانا فهنا نعم، أما إذا وجد مكان آخر لا يصلي في هذا المكان. المسافة عندنا في الكويت يعني بين المدينة والصحراء أقصى يعني مكان يصله الإنسان طبعا ما يصل حتى إلى 100 كيلو أو 150، فالبعض يتيمم مع وجود مثلا رعاة الغنم وكذا، فهل يجوز ذلك أم؟ أولا الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى السفر أو إلى البر عفوا يجب عليه أن يحتاط، خاصة يدري أنه سيصلي سيأكل سيشرب، يأخذ معه الماء، هذا الأصل، لا يتساهل في هذا الأمر. وإذا وصل إلى هناك إن كان معه الماء الأصل أنه يتوضأ ولا يجوز أن يتيمم، فإن لم يكن معه ماء وكان الماء قريبا وجب عليه أن يأخذ الماء، بل قال كثير من أهل العلم يجب عليه أن يشتري الماء إذا كان يباع يعني بسعره، يعني لا يبالغ مثلا استغلال مثلا حاجة يباع الماء بمبلغ كبير فلا يتمكن من شرائه. لكن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء سواء كان عنده أو قريبا منه، لا يجوز التيمم أبدا. بل حدثني بعضهم أن عند التنكر يروح تيمم حجتنا يلا يكفيهم الماء. الله المستعان، جهل جهل هذا. طيب شيخ، إذا كان مثلا الرجل يعلم أن الماء يستطيع الوصول إلى الماء قبل أن يخرج وقت الصلاة، فهل يجب عليه أن يتعنى يعني يذهب إلى الماء بعيد؟ نعم، مثلا على مسافة نصف ساعة أو ساعة، هذا طبعا لا لا يجب عليه، إذا كان بعيدا لا يجب عليه، ولكن يجب عليه قبل أن يخرج مرة ثانية يأخذ معه الماء. نعم. فضلات الصقور والطيور الجارحة هل هي نجسة أم لا؟ لا 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 لا. نعم. الصحيح أن بالنسبة قصدك فضلاتها إيش؟ برازو. نعم. الذرق يعني. ها؟ ليس الفضلات. تقصد خروجها. الخروج إيه نعم. إيه الخروج والبول. نعم. الأصل في البول والبراز الأصل فيه أنه نجس. نعم. هذا الأصل. كل بول نجس، كل براز نجس، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على عدم النجاسة كما جاء في مأكل اللحم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم فدل، ومرابضها فيها بولها وبرازها، فدل هذا على طهارته. فالشاهد أن كل مأكل اللحم فبوله وبرازه طاهر، وأما غير مأكل اللحم كالطيور الجارحة مثلا والحيوانات المفترسة غير المأكولة وكذلك الإنسان
الأصل في البول والبراد أنه نجس. أي نعم. إذا عدم الشخص ثياب طاهرة مثلا كان في صحراء وعدم الثياب الطاهرة، فهل يجوز له أن يصلي في الثوب الذي فيه نجاسة أم ما هو التصرف الصحيح؟ يغسل هذا الثوب، إذا ما كان عنده إلا ثوب نجس يغسل الثوب النجس ثم يصلي فيه، فإذا لم يتيسر فإنهم يتبادلون، يعني الآن يصلي فلان ثم يصلي فلان، ولا يصلون جماعة مثلا إذا ما كان، إذا كان اثنين مثلا طيب، فهذا يصلي في الثوب ثم ينزعه ويعطي الثاني ويصلي فيه، لكن لا يصلي في ثوب نجس أبدا، لا تصح الصلاة في ثوب النجس. نعم. إذا رأى الصقر أو كلاب الصيد، كلب من كلاب الصيد، الفريسة قبل صاحبه أي، فأطلقه صاحبه على الفريسة ثم اصطاد هذه الفريسة، هل تعتبر، يعني سمعنا من بعض الأخوان يقول أن إذا كان هو الصقر هو الذي رآها قبل صاحبه تكون له ولا يجوز له أن يأكلها، يعني ليس هو الذي رآها ثم أرسل عليه الصقر، فهل هذا صحيح؟ هو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدري أصاد لك أم لنفسه، فالأصل في الطير أو في الكلب أنه يصيد لصاحبه، فإذا تبع الصيد لوحده دون أن يرسله صاحبه فالأصل أنها صادها لنفسه لا لصاحبه. استثنى أهل العلم قالوا إلا إذا وهو منطلق زجره صاحبه فانزجر زيادة، يعني أمره أن يسرع فأسرع زيادة، فهنا كان لصاحبه إيش دور في زيادة السرعة، فهنا تدخل يعني حظ صاحبه مع حظه، وإلا في الأصل إذا صاد لنفسه دون أن يتدخل صاحبه فلا يجوز أكلها إلا إذا أدركت حية، إذا أدركها حية يذكيها وتكون حلالا، أما إذا أدركها ميتة فالأصل أن الطير أو الكلب أو الفهد الأصل أنه صاد لنفسه ولا يأكلها. طيب شيخ بارك الله فيك، هو الواحد ساقي يحط طير عشان يشوف الحفارة قبله، يعني الرجل ما يشوف شوف الطير، شيخ ساقي ناس يحطون طير لأن الطير يشوف شوف 3-4 كيلو إيه؟ ما قل الشخص يشوفها أكيد الطير شافها نفسه، يعني ما في مشكلة شافها لكن أنت ترسله تطلق عليها. أي نعم هذا القصد، أما إذا طار بدون علمك مثلا تبعها بدون علمك هنا صاد لنفسه إلا إذا أدركتها حية. أي نعم، يعني أصبح إذا كان هو الذي أرسله إذا هو الذي أرسله خلاص ما في مشكلة. أي نعم. أي نعم. إذا أصيب طائر مثلا في أسلحة في هذه الأيام يرمون الطيور وهي تطير، فإذا سقط الطير في بركة ماء أو سقط على الأرض ولا يعلم صاحبه هل كان سبب موته من الطلقة أم من سقوطه، فما حكم هذا الطائر، هل هو ميت أم، يعني ينظر في الطير إذا كانت إصابته قاتلة فالأصل أنه مات بسبب الطلقة، وإذا كانت إصابته على الجناح مثلا فالأصل أنه مات من الغرق أو من السقطة، فهنا ينظر في الإصابة كيف أصابه. نعم. هل يجب أن يخصص الرامي صيده بالتسمية، مثلا لو مثلا شخص أراد أن يرمي أرنبا فسمى بسم الله على هذا الأرنب فرمى فأصاب الذي بعده ولم يصبه، ما يضر ما يضر. نعم. طالما أنه سمى ما يضر. هل تجزئ التسمية على الصيد بعد اصطياده إذا كان حيا، أما إذا كان ميتا لا تجزئ التسمية إلا أن يسمي قبل أن يرمي أو قبل أن يرسل، حتى إذا أرسل يسمي، إذا أرسل الطير يقول بسم الله، وإذا أرسل الكلب يقول بسم الله، يعني بعد اصطياده لا يجوز أكله إذا لم يسمي، إذا لم يكن حيا لا يجوز. ما حكم شرب دم الضب أو قول التمس... النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. أي نعم. ما حكم شرب دم الضب أو التمسح به بقصد العلاج، يعني هذا تصورها من يعني الأمور الباطلة، لا يجوز شرب دم الضب، الدم كله لا يجوز شربه، لا الضب ولا غير الضب ولا البرازي. على قولة عندنا يمكن بس بالشهورة بالكويت ما أدري يمكن بالسعودية بعد أو الخليج بشكل عام، إن فخذ من قبيلة مطير إن يشربون دمه أو يأخذون من دمه فيشربونه فيقول إنه علاج، ولازم برازي مردد يعني خوالة برازي وعمامة كذلك، هذا كلام باطل، هذا غير صحيح أبدا. شلون شرب الدم يا أبو محمد؟ أبو محمد يأيد يمكن شرب الدم. أبو محمد
ها آه. ما ضل بيها شيء شلون ها آه. ما يصح ما يصح يعني هذا يعني طبيا شنو حكم طبيا شنو الدم ابو محمد في محواه هو اساسا نقل يا ريت تكلم بالميكروفون محمد مر من جديد اقول الدم على العموم هو مجموعه من الخلايا كرات الدم الحمراء والبيضاء والبلازما وينقل كذلك الاكسجين وبعض المواد فعلى الاطلاق هو يعني مثل الماده الخام يعني قضيه انه يستفاد منه العلاج بشكل مباشر هذا امر باطل اي نعم يعني. وصحيا صحيا من ناحيه ايش يعني مضر ولا ما ذكروا شيء من ذلك الاطباء يعني لو واحد شرب الدم اي والله بما يتعلق فيه اذا كان الدم به من السميات ما فيه يكون سام اما إيه قد يكون سام اي اما غير ذلك فلا لا فائده ولا مضره يعني ما في مضره يعني ظاهره اي نعم بس من يقدرها هذه قد يكون بعض الناس يعني يشربون الدم في ناس يشربون الدم الدم مضر طيب ايه ايه تفضل محمد اجب ها شوف يلا يا الاطباء جاوبوا يقول لك دم ضب عرف شلون وشوف شوف من الاكزيما خير إن شاء الله طيب